بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم، وهذه الحلقة الهامة جدا قبل ساعات قليلة من مباراة الأهلي ومنتخب السويس في دور الـ 32 لبطولة كأس مصر. تحدي جديد لبطولة مهمة، قد تكون البطولة الأخيرة خلال هذا الموسم بعد قرب حسم الدوري خلال الأسابيع المقبلة. إن شاء الله بإذن الله هيكون على مدار الحلقة متابعة مهمة جدا لهذه المباراة، وكمان هنرصد تفاصيل كثيرة وحصريات مهمة جدا بخصوص تجديد تعاقد الأهلي مع الثلاثي حسين الشحات، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، والخطوات المنتظر تقديمها خلال الفترة الجاية بخصوص الاستعدادات بالنسبة للموسم المقبل، خاصة أن الفترة القادمة قليلة جدا وقصيرة بخصوص الاستعداد للموسم القادم. بنتكلم احنا خلاص في أواخر شهر 6، الموسم هينتهي في شهر 7، ثم بداية الموسم في أوائل شهر 9. قد تبدأ المسابقة أو قد يبدأ الموسم بالسوبر الإفريقي ثم دور السوبر والدوري العام، ولكن قد تطرأ تغييرات عديدة على أجندة الموسم المقبل خلال الفترة القادمة. لذلك الاستعدادات بالنسبة للموسم اللي جاي جاية متزامنة وبالتوازي مع نهاية الموسم الحالي. حلقة فيها كواليس مهمة وتفاصيل مهمة جدا، ولكن نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة النهاردة. وسؤال حلقة النهاردة، عايز أعرف توقعات حضراتكم لنتيجة مباراة الأهلي والسويس في كأس مصر، ومين ممكن يسجل الأهداف. امبارح كنا عاملين توقعات على التشكيل اللي ممكن يبدأ بيه الأهلي، والنهاردة عايزين نعرف توقعات حضراتكم لنتيجة اللقاء ومين ممكن يسجل الأهداف. شاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحاتنا على السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام. وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من آراء حضراتكم على توقعاتكم للنتيجة ومين هيسجل أهداف مباراة النهاردة ما بين الأهلي والسويس. لكن بسرعة نروح لأهم العناوين. في ترند الأهلي، الفريق يفتتح مشواره اليوم في كأس مصر، وكمان الأهلي يجدد للثلاثي الشحات وربيعة وياسر. وفي الترند المحلي، على بركة الله، المنتخب الأولمبي يواجه النيجر في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة. طيب، استعراض مباراة اليوم. النهاردة عندنا مباراة مهمة جدا في كأس مصر، المباراة ما بين الأهلي وفريق السويس، هتتلعب الساعة 8:30 من مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي. ناس كتيرة كانت بتتكلم في تغيير الميعاد ل 9:30، لا يرجع تاني 8:30، لا المباراة رسميا النهاردة ما بين الأهلي والسويس الساعة 8:30 على استاد القاهرة الدولي. الفائز من هذه المواجهة هيلاعب الداخلية بإذن الله في دور ال 16، وفي انتظار المتأهل من الأهلي والسويس والداخلية عشان يواجه الفائز من النجوم وإنبي في دور الثمانية. طيب، مباريات اليوم ايضا في بطوله افريقيا تحت 23 سنه، وهذه البطوله المؤهله لاولمبياد باريس صيف 2024. المغرب امبارح فازت على غينيا 2-1، والنهارده استكمال باقي مباريات البطوله. الساعه 6 بتوقيت القاهره ضمن مجموعه المغرب، غانا هتواجه الكونغو في ملعب مولاي عبد الله في الرباط. وافتتاحيه البطوله بالنسبه للمجموعه الثانيه، مجموعه مصر، مصر هتواجه النيجر الساعه 8 بتوقيت القاهره على ملعب طنجه الساعة 11 من مساء اليوم. وفي ختام مباريات الجولة الأولى، مالي في مواجهة مع الجابون، وهذه المباراة ضمن مباريات المجموعة الثانية اللي فيها مصر مع النيجر. كل التوفيق لمنتخبنا الأولمبي في إحراز أول 3 نقاط في هذه التصفيات، وهي تصفيات مهمة وصعبة وقوية من أجل حجز بطاقة التأهل إلى أولمبياد باريس صيف العام المقبل. نخرج إلى فاصل ثم نواصل بعد الفاصل. الواحد لو هيوصف الفيديو اللي موجود قدامنا على الشاشة، مهما اتكلم ومهما وصف مش هيقدر يتكلم عن المعاني اللي الأهلي عايز يوصلها لكل الأجيال اللي طالعة. فكرة بر الوالدين، الأب والأم، والصورة الرائعة اللي ممكن تكون من خلال الأسرة نفسها تكون موجودة معاك، والاهتمام بوجود الأم أو الاهتمام بوجود الأب، دي حاجة مهمة جدا بالنسبة للأجيال اللي جاية. على فكرة يا جماعة، الكورة والرياضة مش فكرة لعيب جدد وفكرة الأهلي كسب بطولة، لأ، في رسائل وفي حاجة ممكن المجتمع يبني عليها. أنا بتكلم كده رغم إن ممكن أدخل في تفاصيل حسين الشحات جدد، وإحنا قلنا وعدنا وزدنا، وياسر جدد ورامي جدد، لكن الفيديو ده ما ينفعش نعديه دون الدخول في التفاصيل الاجتماعية اللي ممكن تكون مرتبطة بحياة الشخص أو بحياة البني آدم بشكل عام. النادي الأهلي كمؤسسة رياضية هي في الأصل مؤسسة اجتماعية قبل ما تكون مؤسسة رياضية.
لأن اللقطات اللي زي دي بتؤثر تأثير إيجابي في المجتمع المصري. وأي شاب بيبدأ حياته في أي مجال من مجالات العمل، سواء الكورة أو أي مجال آخر، دكتور، مهندس، مدرس، أيًا كان طبيعة العمل اللي بيقوم بيه، لو والدك ووالدتك راضين عنك ربنا هيبارك لك وهيكرمك. دي الرسالة اللي ممكن نطلع بيها من خلال اللقطات اللي احنا شفناها في الفيديو الخاص بتجديد عقد حسين الشحات. والرسالة اللي كمان قالتها والدة حسين في بداية الفيديو، على فكرة في عروض بتيجي لبعض اللعيبة أبرزهم حسين، وقبل كده حتى في الأجيال اللي أنا عشت معاها فترات كبيرة حتى في الملاعب وفي المباريات وفي السفريات الخارجية، كانت في لعيبة بتجيلها عروض بالتلات أربع أضعاف ما بياخدوه في الأهلي، ولكن بتلاقي معدن اللاعب إن هو عايز يكمل مسيرته في النادي الأهلي، بتلاقي معدن اللاعب جاي من معدن البيت اللي هو متربي فيه، إن البيت ده بيحب الأهلي، عاشق للأهلي، نفسه إن ابنه يكون موجود في النادي الأهلي ويكمل في النادي الأهلي. أنا شفت ده في فترات سابقة مع أجيال كتيرة قبل كده. لقطة والدة حسين الشحات ذكرتني بلقطة مهمة جدا للمرحوم والد محمد أبو تريكة، كان في مداخلة قبل كده واتكلم معانا في قناة الأهلي في 2008، تمشي فين وتروح فين، ده الأهلي ده هو بيتنا. وفعلا كمل فكرة أبو تريكة وقتها، رغم إن كان عنده عرض كبير جدا من الهلال السعودي، لو بنتكلم على العرض ده بالمقارنة بالأرقام اللي دلوقتي بنسمعها، لا، ال 50 مليون وقتها في 2008 دلوقتي ممكن تساوي نص مليار، ومع ذلك أبو تريكة جدد في الأهلي وكمل في الأهلي. قدامنا أهو حسين الشحات بيجدد في النادي الأهلي لمدة 3 سنوات جاية لغاية 2026. اللعيب اللي ضحى من 5 سنين لما جه انضم للنادي الأهلي بعد فترة احتراف وفترة مميزة جدا من تاريخ حسين في العين الإماراتي، ما كانش ينفع بعد السنين دي كلها ممكن يضحي عشان جنيه زيادة أو أي عرض زيادة ويضحي بالتاريخ اللي قضاه في الأهلي خلال 5 سنين فاتوا، مكمل مع النادي الأهلي. دي النوعية اللي احنا نحب نتكلم عليها، بس قبل نوعية ومعدن اللاعب الأسرة والبيت، ومش الأسرة والبيت عشان بيحبوا الأهلي وبس، لا، اللاعب نفسه انه يكون حريص ان والده او والدته يكونوا موجودين في حدث مهم زي ده. دي صوره مهمه جدا، لان احنا لما بنيجي نتفرج على اختبارات الناشئين بنشوف والده اي لعيب لسه صغير من البراعم 7 سنين و10 سنين و12 سنه، ازاي الاسره بتتعب مع الولد الصغير عشان يبدا يلعب كوره ويستمر في مشوار الكوره وبعد كده يبقى لعيب محترف، والولد ده او النجم ده ممكن بعد كده يكون ثروه مهمه جدا للاسره، ومش للاسره، للعيله، وعيلة واتنين وتلاتة. في على فكرة تفاصيل ممكن البعض على السوشيال ميديا ما يعرفش، ان اللاعب الكورة بشكل عام بيبقى نقطة مهمة جدا للصرف على عائلات مش عيلة واحدة، فالتفكير في التجديد مش مرتبط بس ان هو بيفكر في مستقبله، ده بيفكر في حاجات كتيرة جدا. فلما التفكير ده بيجي مع فكرة التجديد مع النادي الاهلي بيبقى شيء عظيم جدا، ان اللاعب ممكن يضحي من اجل النادي وفي نفس الوقت النادي بيقدر ده. يعني الميزة كمان في التعامل مع النادي الأهلي إن النادي الأهلي بيقدر ولاده بشكل كويس جدا، والنادي الأهلي بيقدر اللعيبة اللي بتبقى حريصة إنها تستمر في النادي الأهلي بغض النظر عن فكرة وافق على إيه ورفض إيه، لأن أكيد في النهاية بيبقى في تفاوض وفي شروط الطرفين لازم يتفقوا عليها عشان يكون في أريحية وفي راحة نفسية في الاستمرار خلال الفترة اللي جاية. في حلقة امبارح، وده بقى الجزء الشق المتعلق بالمعلومات، لكن ده كان جزء مهم جدا لازم اتكلم فيه في البدايه، لكن الجزء المتعلق بقى بالمعلومات، امبارح وانا هنا في برنامج الترند قلت خلال ساعات النادي الاهلي هيعلن التجديد لحسين الشحات، وقلت يمكن على مدار الايام اللي فاتت كانت في بوادر كتير جدا تؤكد ان حسين هيكمل في النادي الاهلي وهيجدد في النادي الاهلي، وكان في اجتماعات وكان في اتصالات وكان في كلام مهم جدا قاله الكابتن ساير عبد الحفيظ لحسين الشحات في اليومين اللي فاتوا، وكمان اجتماع تم اول امس مع الكابتن محسن صالح، والحديث عن المرحلة اللي جاية والحديث عن التحديات اللي جاية والحديث عن فكرة إيه اللي ممكن يتقدم لحسين الشحات في الفترة اللي جاية بعد ما قعد مع النادي الأهلي ما يقرب من 5 مواسم. حسين موجود مع النادي الأهلي من 2018 أو 2019، فاحنا بنتكلم في موسم 2023، الأيام بتجري بسرعة والمواسم بتجري بسرعة، لكن الحمد لله حسين جدد مع النادي الأهلي لمدة 3 سنين جاية، بغض النظر بقى عن فكره التفاصيل الماليه لان في ارقام كتيره اتقالت، ولكن طبعا طالما النادي الاهلي لم يعلن فاحنا مش هندخل في اي تفاصيل لان ده امر بيخص اللاعب والنادي الاهلي. النهارده حسين كمان كتب على حسابه على الانستجرام وقال كلام مهم جدا، قال ايه؟
الحمد لله دايما وابدا تستمر حكايه بدات منذ سنوات وسنوات. بدات من المدرج الى ارض الملعب، مشوار مليء بانجازات وبطولات وتتويجات مرتبطه دايما بكيان كبير تفتخر به. النادي الاهلي كبير القاره الافريقيه، وهي الحكايه تستمر وتمتد لسنوات اخرى، وستبدا وكانه اليوم الاول بالتيشيرت الاحمر المزين بنسر الاهلي الذي يحلق دايما في كل مكان في العالم، لا يستريح ولا يتوقف عن التحليق، وكذلك طموحي مع هذا الكيان لن يتوقف. تحدث الكثير واجتهد، لكن الحقيقه غابت عن الكثير. جمهور الاهلي العظيم، لاجلكم تكون التضحيات، فان تراب الاهلي ذهب. سر مع الاهلي تعرف مكانته ومنها مكانتك. شكرا امي الغاليه ورحم الله ابي، شكرا زوجتي الغاليه واولادي واخواتي وكل من كان بجواري وسيظل دايما. مبروك يا حسين، مبروك كمان لاخوك محمد، كان موجود معاك من اول يوم في مشوارك في الكوره، واكيد انتوا اكتر ناس مبسوطه بالاستمرار في النادي الاهلي، ولكن الاكتر سعاده منكم جمهور النادي الاهلي. دي جزئيه مهمه جدا متعلقه بتجديد حسين الشحات. حاجه تانية، وهو امر كان تم الاتفاق عليه منذ فتره، تجديد عقد ياسر ابراهيم وتجديد عقد رامي ربيعه. التجديد لم يكن بالامس، التجديد كان قبل نهائي دوري ابطال افريقيا، وكان الكلام والاجتماعات من بعد نهائي كاس مصر، ولكن لحظه التوقيع والاعلان دي مهمه جدا. النادي الاهلي اعلن بالامس عن تجديد عقد رامي ربيعه لمده عامين قادمين حتى صيف 2025، وكذلك تجديد عقد ياسر ابراهيم حتى صيف 2025. مهم جدا انك تشتغل على فكره الحفاظ على القوام الاساسي والرئيسي، استمرار ياسر ابراهيم، استمرار رامي ربيعه، محمد عبد المنعم راجع من فتره اعاره في فيوتشر، وبالتالي تم تمديد التعاقد معاه لحوالي 3 4 سنين جايه، التجديد لحسين الشحات حتى 2026، ولسه في اخبار اخرى خلال الايام القليله المقبله في مساله تجديد عقود عدد من اللعيبه، في مساله التاكيد على استمرار عدد من المحترفين الاجانب، خاصه طبعا اليو ديانج، امر متعلق بالاستقرار الخاص بمارسيل كولر المدير الفني السويسري للنادي الاهلي عقب ختام بطوله الدوري العام، هيكون بالتاكيد في الاستمرار مع مارسيل كولر وزياده فتره المشروع اللي بيقوده مارسيل كولر مع النادي الاهلي. كولر حتى الان ما مرش على تعاقده مع النادي الاهلي سنه، الراجل جه في شهر 9 واحنا لسه في شهر 6، يعني بالظبط بقاله ما يقرب من 9 الى 10 شهور. في العشر شهور بنتكلم على 4 بطولات، وفي التوقيت ده بيقترب من تحقيق الخماسيه. فلو متبقي في عقده سنه، بعد نهايه الدوره هيكون في التفكير في مساله زياده مده هذا المشروع عشان يكون مارسيل كولر عنده مساحه اكتر انه يشتغل ويبدع ويتالق مع الاهلي، وما يكونش فيه كلام على فكره اصل بقى 6 شهور في العقد، اصل لسه اخر سنه، ممكن يكون في عروض من اماكن اخرى، لان الفتره اللي جايه فيها تحديات مهمه. لما يشارك في دور السوبر الافريقي السوبر ليج، ولما يشارك في كاس العالم للانديه، والنتائج الايجابيه اللي الكل بينتظرها الفتره الجايه، اكيد هيكون في طلب كبير جدا على التجديد لمارسيل كولر. ولكن بعد نهايه الدور هيكون في تخطيط جيد جدا من قطاع الكره لعدد من العناصر المهمه في قطاع الكره، وعلى راسهم وابرزهم المدير الفني مارسيل كولر. رامي ربيعه وياسر ابراهيم، بالامس كان في اعلان مهم جدا لتجديد تعاقدهم، وكلمة مهمة جدا، تعالوا نتابع. طيب ده كلام مهم جدا من ياسر ابراهيم او من رامي ربيعه والتجديد للفترة اللي جاية. رامي على فكرة عنده تحدي مهم جدا، رامي محقق لغاية دلوقتي مع الاهلي 5 دوري ابطال افريقيا، ورامي يمكن صعد للفريق الاول وهو عنده 16 سنة. وانا اتذكر في التوقيت اللي صعد فيه رامي ربيعه للفريق الاول، كان ساعتها بيقود الفريق في مباراة كأس مصر كابتن عبد العزيز عبد الشافي زيزو. ووقتها خد قرار بتصعيد رامي ربيعه من قطاع الناشئين للفريق الاول، وكان ساعتها عنده 16 سنه. ورامي ربيعه في التوقيت ده كان بيلعب في الفريق الاول في النادي الاهلي، وكان بيلعب في المنتخب الاولمبي، وكان بيلعب في منتخب الشباب، لعب اكتر من منتخب في فتره قصيره جدا وهو لسه سنه صغير. المشاركات الكتيره دي على فكره يمكن حتى اثرت على رامي بعد كده، يمكن تعرض لاصابه في ظهره ابعدته فتره، وكانت سبب رئيسي جدا ان رامي يبتعد شويه عن المشاركه مع المنتخب الاول في بطولات مهمه جدا كان ممكن يتم الاعتماد على رامي ربيعه في توقيت كان عنده 17 18 سنه.
ولكن لما تبص على تاريخ رامي ربيعه مع النادي الاهلي 5 دوري أبطال إفريقيا. التحدي اللي عنده في التجديد اللي تم مع النادي الاهلي ان يفوز بدوري ابطال افريقيا السنه المقبله، لان وقتها هيكون رامي ربيعه الاكثر فوزا بالبطوله بعد النادي الاهلي. النادي الاهلي فاز ب 11 دوري الابطال. لما ان شاء الله تتحقق دستة البطولات ويبقى 12 بطوله، ساعتها هيكون رامي ربيعه باذن الله ان شاء الله 6 بطولات، يعني هيكون اكتر من الزمالك ومازيمبي والترجي اللي عنده 4 بطولات والوداد والرجاء اللي عندهم 3 بطولات. شيء جميل جدا لما يكون عندك لاعب او كابتن للفريق او لاعب ليه تاريخ طويل جدا محقق اكتر من بطوله افريقيه، اكتر من انديه منافسه. دي حاجات بتسعد اللاعب في المقام الاول وبتسعد الجماهير وبتسعد النادي، ان النادي الاهلي بيحقق تاريخ لعدد كبير جدا من اللاعبين. طيب قبل ما اروح لزميلنا محمد توفيق، لان عنده كواليس مهمه جدا عن مباراه الاهلي والسويس. اداره المسابقات باتحاد الكوره منذ لحظات قليله جدا اعلنت عن جدول مباريات الدور الثمانيه لبطوله كاس مصر. يوم الاثنين 3/7 البنك الاهلي هيلاعب بيراميدز في استاد القاهره الدولي. يوم الثلاث 4/7 انبي هيلاعب النجوم في استاد بتروسبورت. يوم الثلاث 4/7 الزمالك هيلاعب المقاولين باستاد القاهره الساعه 8:30. ويبقى بالتالي في 3 مواجهات من دور الثمانية اتحدد موعدهم، يوم 3/7 يوم 4/7 في مباراتين انبي والنجوم الزمالك والمقاولين. تتبقى الطريق والمشوار بتاع النادي الاهلي. النهارده الاهلي هيلاعب السويس، لو كسب هيلاعب الداخليه في دور ال 16. طيب لو الاهلي كسب وعدى مواجهه الداخليه ممكن يلاعب مين في المراحل اللي بعد كده؟ هيلاعب الفايز من المصري وحرس الحدود. يعني الاهلي النهارده عنده السويس، كسب هيلاعب الداخليه في دور ال 16. كسب ان شاء الله هيروح لدور الثمانيه ويلاعب الفايز من المصري وحرس الحدود، وبالتالي ابتدى اتحاد الكوره يتحرك شويه في موضوع ماتشات كاس مصر. يعني دور الثمانيه لما يتلعب ويخلص على يوم 4/7 انت بتتكلم في مرحله السيمي فاينال والفاينال. هل ممكن يكون اتحاد الكوره استمع للنصيحه ويكمل ماتشات الكاس ويلعب ماتشات الكاس ويخلصها قبل 15/7 بحيث يبعت الاسماء مع اول وتاني وتالت الدوري؟ ده اللي هنشوفه الساعات الجايه، بس انا سبقت وقلت في المكان ده ماتشات الكاس سهل جدا تخلصها بسرعه. النهارده اهو ومنذ اقل من 10 دقائق اتحاد الكره واداره المسابقات اعلنت 3 مباريات في دور الثمانيه هيتلعبوا يوم 3/7 ويوم 4/7. طيب تفاصيل اكتر عن مباراه الاهلي والسويس، ودي مواجهه قد يعتقد البعض انها مواجهه سهله، ولكن على الورق في فرق كبير جدا ما بين الناديين. الاهلي بطل الدوري، بطل افريقيا، السويس من الفرق العريقه اللي كان ليها تاريخ كبير جدا في الدوري الممتاز، ولكن في السنوات الاخيره بيلعب في الممتاز به او في الدرجات الادنى، ولكن على مستوى اللعب والملعب ممكن يبقى فيها مفاجآت. عشان كده النادي الاهلي النهارده داخل بالقوه الضربه بالتشكيله الاساسيه في مواجهه السويس النهارده. مزيدا من التفاصيل نروح بسرعه ونطير الى فندق اقامه الاهلي مع الزميل العزيز محمد توفيق موفد قناه الاهلي عشان نعرف منه كل الاخبار والكواليس. مساء الفل يا محمد. مساء الخير الزميل العزيز محمد سعيد، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. ايه الاخبار عندك؟ والنهارده اكيد رغم ان هي مواجهه على الورق تبدو سهله، ولكن اكيد مفاجات الكاس ورده والجهاز الفني واللاعبين اعتقد يعني الامور دي في حسبانهم وعارفين ان الماتش اكيد ممكن يكون صعب. بالطبع محمد كل الكلام اللي بتقوله انا بتفق معاك فيه تماما، وفي الظروف العاديه لازم تقلق من المباراه دي حتى مهما كانت الفروق، ولكن طبعا تبقى مباراه الكاس سواء في مصر او في جميع انحاء العالم تبقى فيها مفاجات ومفاجات كبيره جدا. ولكن لو موجود معايا هنا زي ما هنقل لك دلوقتي وانقل لكل مشاهدينا على شاشه قناه النادي الاهلي، بطمنك وبطمن كل المشاهدين، الاستعدادات يا محمد ما فرقتش عن اي مباراه سواء في الدوري او حتى في بطوله دوري ابطال افريقيا، منتهى الجديه، منتهى الحزم، منتهى الدقه في المواعيد، اهتمام سواء من الجهاز الفني او من اللاعبين على احسن ما يكون. يمكن حتى ده لمسناه في الاستعداد من المباراه نفسها، يمكن مستر الكوره على طول بعد مباراه حرس الحدود تدريبين على طول يا محمد بدون اي راحه، يمكن امبارح تدريب الامس كمان كان تدريب قوي جدا وفي محاضره فنيه ودراسه لكل خطوط اللعب بتاعه منتخب السويس ومشاهدته كل مباراته الاخيره في دور الدرجه الثانيه زي ما ذكرت، فاهتمام اكثر من رائع. نفس فندق الاقامه، نفس السيستم يا محمد، الفندق الاقامه نفس الحزم،
كل شيء مستعد للمباراه، الجهاز الفني واللاعبين، ويمكن كمان بقى اللي بيضفي حاله من السعاده على يعني الاستعداد للمباراه محمد وعلى المعسكر بشكل تام، وكمان من مران امس طبعا هو التجديد يعني ثلاثه من العناصر الاساسيه او القوام الرئيسي لفريق النادي الاهلي، يمكن حسين الشحات، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، ده مضفي بشكل كبير جدا هدوء وطمانينه على الفريق محمد وعلى المعسكر. وزي ما قلت لك انت بتلعب بطموح جديد، وده اللي قاله الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره للفريق للنادي للعيبه، وكمان مستر مارسيل الكره المدير الفني قال لهم الحمد لله يمكن ربنا اكرمنا بالبطوله ال11 وخلاص يعني في طريقنا وبنسعى لاستعاده لقب الدوري تاني والوصول للقب 43. المباراه دي ضربه البدايه للقب ال39 والثاني على التوالي. محمد انت مش بتلعب مباراه عاديه النهارده، انت داخل المباراه وانت حامل اللقب، عاوز تحافظ على لقبك للموسم الثاني على التوالي، عاوز توصل للرقم 39 في البطوله، وده رقم صعب جدا اي حد يحصله يعني في سنوات يعني مش قبل 15 20 سنه لما حد يحصله، ان شاء الله كمان النادي الاهلي يبعد فيه. فانت عندك دوافع، عندك طموح، حتى وان كان زي ما بتقول على الورق الفروق الفنيه بعيده جدا، ولكن يبقى النادي الاهلي دايما زي ما بنقول بيلعب على اي بطوله. يا محمد انت كمان عندك طموح جديد، الجهاز الفني بدا يخلعه عند اللعيبه ان احنا عاوزين نحقق العلامه الكامله السنه دي. يمكن طبعا يعني المواسم السابقه انت يمكن بدات باثنين سوبر، سوبر فيهم بتاع الموسم الحالي او في بدايه الموسم الحالي، وسوبر كمان قديم، بطوله الدوري خلاص بقيت قريب منها، دوري ابطال افريقيا بتحسمه بشكل اكثر من رائع، الحمد لله يمكن الكاس القديم اخدته، الكاس الجديد كمان عايز تحقق العلامه الكامله زي ما قلت لك هذا الموسم، طموح جديد، لسه عندك بطولات كمان واكتر واكتر يا محمد، كاس سوبر يعني افريقي، وبعد كده كمان هيبقى فيه سوبر محلي، ومن بعده ان شاء الله دوري السوبر الافريقي. فاعتقد الجهاز الفني مهيئ اللاعبين بشكل اكثر من رائع، سواء فنيا او كمان الاهم في هذه المباريات يا محمد خاصه ذات الفروق الفنيه الكبيره هو التهيئ النفسي، وده اللي الجهاز الفني قام بيه على اعلى مستوى سواء في التدريبات او كمان في فندق الاقامه. يمكن اليوم النهارده يا محمد فندق الاقامه مزدحم جدا، يمكن الفطار كان في تمام ال11 صباحا، بعدها على طول زي ما قلت لك نفس السيستم بتاع كل ماتش، فكره الاكتيفيشن او التدريب اللي بيتعمل في الفندق لمده ربع ساعه كانت الساعه 12:30، الغداء يمكن انتهى من دقائق قليله، كان في تمام الرابعه والنصف يعني لحظات قليله، واللاعبين هيبداوا ينزلوا عشان ياخدوا المحاضره الفنيه واخر التعليمات بقى والخطوط العريضه واللي هيتم فيها وضع التشكيل الاساسي اللي هيبدا المباراه، ومن بعدها ان شاء الله هنتحرك لاستاد القاهره لانطلاق المباراه باذن الله في الثامنه مساء. نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي، مش عاوزين نتكلم في القائمه يا محمد، ولكن اعتقد ان ممكن النهارده يعني هنشوف يعني مزيج من التشكيل الاساسي وممكن الدفع بعض العناصر، ولكن اعتقد ان التغيير هيبقى في اضيق الحدود. نتمنى ان شاء الله اي 11 لاعب الجهاز الفني هيقع اختيار عليهم يكونوا موفقين النهارده، ينفذوا تعليمات الجهاز الفني، وباذن الله الفوز يكون حليف النادي الاهلي، ونصعد باذن الله لدور ال 16، خاصه يا محمد زي ما انت ذكرت من اللحظات يعني ان خلاص قرعه دور الثمانيه كمان اتعملت، ان شاء الله باذن الله يعني يبقى متبقي الضلع اللي فاضل كمان يكون النادي الاهلي موجود في الدور ال 16، ومن بعده باذن الله الثمانيه، ثم الوصول للمباراه قبل النهائي ومن بعدها النهائي باذن الله. وزي ما قلنا انت بتلعب يا محمد وانت حامل اللقب، عايز تحافظ على لقبك العام التاني على التوالي وتوصل لرقم صعب جدا تحقيقه في اي نادي تاني، وهي البطوله 39 باذن الله رب العالمين. طب توفيق انا بشكرك اولا على الكلام اللي انت قلته والصور اللي معانا، طبعا مش محتاجين نتكلم عن القائمه، يمكن الصور اللي قدامنا عرضت كل الفريق اللي موجود في قائمه النهارده ومعروف مين موجود في الماتش مين مستبعد من القائمه، يعني بصراحه اللقطات دي كلها لقطات حصريه، يعني اي مشاهد او اي اهلاوي محتاج يعرف الفريق ازاي بيستعد لماتش السويس اللي هيتلعب النهارده الساعه 8:30، اللقطات الحصريه اللي على الشاشه بتكشف لكل الساده المشاهدين القايمه واللعيبه، وان شاء الله باذن الله الجاهزيه، حتى البروجرام النهارده البرنامج، ميعاد الغداء امتى، ميعاد المحاضره الساعه 6، التحرك هيكون الساعه 6:30 عشان تتواجد في استاد القاهره الساعه 7 قبل ميعاد المباراه بساعه ونص. فبصراحه بامانه يعني خدمه خمس نجوم، بنشكرك عليها توفيق انت وكل الزملاء. لكن عايز اكد معاك على معلومه ثانيه، لان النهارده المواقع كلها كانت بتتكلم ان محمد عبد المنعم خارج الفريق بسبب ان هو الجهاز الفني منحه راحه، لا احنا عايزين ناكد يا جماعه ان عبد المنعم غايب بسبب الايقاف ثلاث ماتشات، لان في مباراه بيراميدز في نهائي الكاس خد كارت احمر، وبالتالي في قرار من اداره المسابقات بايقافه ثلاث مباريات، وبالتالي هيغيب عن مباراه اليوم امام السويس، في حاله تاهل باذن الله هيغيب عن مواجهه الداخليه في دور ال 16، في حاله تاهل ايضا باذن الله هيغيب عن مواجهه الفائز ما بين المصري وحرس الحدود في دور الثمانيه. بالطبع محمد بتفق معاك في المعلومه زي ما انت ذكرتها بالظبط، ان شاء الله يكون في بمشيئه ربنا وجود النادي الاهلي في الدور قبل النهائي، دي هتكون اولى مباريات محمد عبد المنعم بالطبع. وطبعا يمكن مش بس محمد عبد المنعم هو ابرز الغيابات، ولكن طبعا غياب محمود متولي للاصابه بالتواء في الكاحل، وكمان واحد من نجوم الفرقه عمرو السوليه طبعا لاصابته في العضله الخلفيه، دي ابرز الغيابات، ولكن باقي اللاعبين طبعا خيارات كلها مطروحه امام الجهاز الفني لاختيار 11 لاعب واختيار كمان 9 بدلاء يكونوا معاه على دكه البدلاء يقدر يستخدمهم اثناء المباراه. وطبعا يا محمد يعني
اللي نقدر ناكده ان طبعا طبقا لسير المباراه والنتيجه وتوقيت الاهداف كمان هيكون ده مؤثر يعني على التغييرات، سواء هتلعب بتغييرات تعزز بيها او تحقق بيها هدف من المباراه، او كمان يعني لو شفنا وربنا اراده واحرزنا اهداف بدري وكان في توفيق، اعتقد ان احنا ممكن نشوف اسماء من اللي كانت بعيده او كمان بعض اللاعبين اللي سنهم واعمارهم صغيره. اعتقد مباراه مهمه جدا، الهدف منها هو الفوز يا محمد والصعود للدور الثاني زي ما قلت، وزي ما كل جمهور النادي الاهلي عارف انت بتلعب لهدف واحد بس ايا كانت البطوله وايا كان المنافس، وهو الوصول لمنصه التتويج والحفاظ على الرقم واحد او عرش اي بطوله النادي الاهلي بيدخلها. يا رب دايما التوفيق للنادي الاهلي يا محمد، ويا رب تكون ضربه بدايه جديده لبطوله جديده باذن الله يكون مقرها ومستقرها في النهايه هو دولاب بطولات النادي الاهلي باذن الله رب العالمين. باذن الله. الزميل العزيز محمد توفيق موفد قناه الاهلي بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والفيديوهات والصور اللي شفناها من مقر اقامه الفريق في احدى الفنادق القريبه من استاد القاهره الدولي. مش هنقعد بقى نعد في البطولات، احنا خدنا اربعه وافترينا الخماسيه، ولكن سنه 2023 لسه فيها منافسات اخرى، فيعني نستنى لغايه نهايه هذا العام لان ممكن نعمل رقم قياسي لم ينجح اي فريق في العالم تحقيق هذا الرقم، فكره الفوز بخمس ست سبع بطولات على مدار عام ميلادي واحد. نخرج الى فاصل وبعد الفاصل نرجع لاخر اخبار الترند. السوشيال ميديا فيها كلام كتير قوي ومهم جدا، تعالوا نطلع ونشوف اخر اخبار الترند. نبدا مع بعض الكلام السوشيال ميديا والبدايه بترند الاهلي، والنهارده فيه تفاصيل مهمه في ترند الاهلي. البدايه بالحديث عن مباراه الاهلي والسويس. كوره بلس بيقولوا طبقا لمصادرهم التشكيل المتوقع للاهلي امام السويس احمد عبد القادر وكهربا في التشكيله الاساسيه. لكن تعالوا مع بعض كده نستعرض التشكيل الاهلي المتوقع. محمد الشناوي في حراسه المرمى، علي معلول ظهير ايسر، ياسر ابراهيم ورامي ربيعه اثنين مساكين. طبعا مفيش بديل لياسر ورامي لان عبد المنعم غايب بسبب الايقاف ومتولي غايب بسبب الاصابه. محمد هاني ظهير ايمن، اليو ديانج مروان عطيه قفشه في وسط الارتكاز، وامامهم احمد عبد القادر كهربا طاهر محمد طاهر، وبالتالي ممكن يكون في راحه لبيرسي تاو وحسين الشحات. طيب الوطن سبورت بيقول ان في ثلاث تغييرات في تشكيل الاهلي المتوقع امام منتخب السويس. هم بيقولوا ان عبد المنعم، بس الوطن قايل ان عبد المنعم خارج القايمه للراحه بسبب ضغط الماتشات، ودي معلومه غير صحيحه على فكره. عبد المنعم موقوف ثلاث ماتشات منذ نهائي الكاس امام بيراميدز العام الماضي. هيشارك ياسر ابراهيم مكانه، من المتوقع ان يشارك حمدي فتحي او اليو ديانج بدلا من عمرو السوليه، ولكن كوره بلس كان قال قفشه اللي هيكون موجود في التشكيله الاساسيه. والتغيير الثالث بيشوف انه ممكن يبدا الاهلي بكهربا مكان محمد شريف، ودي الثلاث تغييرات المتوقعه اللي بيتكلم عليها الوطن سبورت طبقا لاخر تشكيل لعب بالاهلي امام حرس الحدود. طيب نروح بعد كده لليوم السابع، وبيتكلموا على ان في غياب ل 14 لاعب عن الاهلي امام منتخب السويس، ابرزهم تاو وعبد المنعم. طيب تفاصيل الخبر بتقول ان في 14 لاعب غايب، اكرم توفيق، كريم فؤاد، متولي والسوليه للاصابه، حمزه علاء، مصطفى مخلوف، محمد اشرف، ايمن اشرف، كوكا. طيب بصوا، حمزه علاء ومحمد اشرف وكوكا دول مع المنتخب الاولمبي، لكن خرج من القائمه مصطفى مخلوف وايمن اشرف، كريستو، برونو سافيو، شادي حسين لاسباب فنيه، وبيرسي تاو لاسباب فنيه، ومحمد عبد المنعم بسبب الايقاف. ولكن اليوم السابع برضه بيقولوا ان عبد المنعم خرج من القايمه للراحه. الناس يبدو من ضمن فكره ان المواسم كلها متداخله مع بعض، بنلعب اثنين كاس في سنه واحده، بنلعب ثلاثه سوبر في سنه واحده، فالناس ما بقتش عارفه الايقافات فين جايه منين رايحه على ايه. لكن عبد المنعم يا جماعه غايب بسبب ايقاف ثلاث ماتشات. جريده الشروق بتقول بعد التجديد رسميا تفاصيل عقد حسين الشحات مع الاهلي، بيقولوا ان هو تنازل عن رغبته في الغاء بند نسبه المشاركه لتمسك الاهلي به الحصول على النسبه الماليه الكامله من تصوير مواد الاعلانات والظهور التلفزيوني بالبرامج، الحصول على راتب سنوي قدره، وبيتكلموا ان الموسم الاول بيبدا من 14 مليون الى الموسم الثالث 16 مليون، والنادي بيتحمل تكاليف الضرائب في اخر موسمين من العقد. وانا باكد لكم 90% من التفاصيل الرقميه اللي مكتوبه هنا غير صحيحه، لا في الضرائب ولا في الامور المتعلقه بنسبه المشاركه والحاجات دي، يعني في تفاصيل الاهلي لم يعلنها وحسين لم يعلنها، فكل الناس بتحاول تجتهد، ولكن انا باكد لكم التفاصيل دي بنسبه 90% مش صح. طيب نروح بعد كده لحساب ملعب القاهره 24، الاهلي يمدد عقد محمد هاني ويستعد للاعلان الرسمي. في بدايه الحلقه كنت اتكلمت على فكره ان الاهلي ابتدى يشتغل على التحضير للموسم اللي جاي، وان اللعيبه على الاقل
مستمرة مع الأهلي من 2025 حتى 2027، وده التفكير اللي بيشتغل عليه الأهلي للمرحلة الجاية نتيجة انشغال الفريق ببطولات مهمة جدا في النصف الثاني من عام 2023: كأس السوبر الإفريقي، دوري السوبر الإفريقي، كأس العالم للأندية. ثلاث بطولات مهمة جدا مع استئناف وبداية مسابقة الدوري العام في الموسم الجديد، موسم 2023-2024. فبعد الانتهاء من تجديد عقد ياسر وحسين ورامي ربيعة، التفكير في تمديد تعاقد محمد هاني، التفكير في الاستمرار في تجديد مشروع مارسيل كولر والجهاز الفني مع الأهلي خلال الفترة اللي جاية. طيب نكمل مع بعض ونشوف حساب يلا كورة. ويلا كورة النهاردة رصد تقرير مهم جدا على الموقف الحائر لفريق بالكامل وعشرين لاعب معارم بالأهلي. بصوا يا جماعة، الفكرة في حد ذاتها ان بعد إلغاء مسابقة 2001 دلوقتي انت يجب ان تتعامل مع اللعيبة اللي المفروض خلاص مش مقيدة في 2003، تشوف موقفها في 2001، زي كوكا، حمزة علاء، العربي بدري، شادي رضوان، أحمد سيد غريب. دي لعيبة معارة في 2001 ومفروض ترجع لك. هل هتأيدها في قائمة الفريق الأول؟ هل هتسيبها تنتقل لأندية تانية؟ وإذا تألق أحد هؤلاء اللاعبين في فترات أخرى مع أندية أخرى ممكن يرجع للنادي الأهلي؟ ده هنشوف الفترة اللي جاية. ولكن في مسألة اللعيبة المعارة انت عندك عدد كبير جدا، ما يقرب من حوالي 20 لاعب طبقا للتقرير المنشور في يلا كورة: مصطفى البدري، سعد سمير، كريم ندفد، مغربي، زياد طارق، حسام حسن، محمد محمود، بتتكلم مثلا كمان في ميدو حسام، فهد جمعة، احمد سيد عبد النبي. لعيبه كتيره جدا، حتى اللعيبه الاجانب، كان في لويس ميكيسوني، كان في والتر بواليا، كان في عدد من اللعيبه الاجانب. ازاي هتقدر تشتغل على العدد ده وتشوف مين يستمر في الاعاره، مين ممكن تضطر انك تسيبه لانه ما قدمش ما يشفع ليه ان هو يرجع للاهلي او حتى يطلع اعاره لنادي اخر، في ظل ان الموسم اللي جاي عدد اللاعبين المعارين لن يزيد عن 7 طبقا لتعليمات الفيفا. الفيفا عمل تعديلات على لوائح وانتقالات شؤون اللاعبين. فتره القيد احنا شرحناها في احدى الحلقات هنا، ومرحله المعارين الفيفا عمل استثناء الموسم الماضي عشان يطبق الموسم اللي جاي. ايه هو الموسم اللي جاي؟ وبرده ده مش كلامي ومش بنفرد بمعلومه، الكلام ده على موقع الفيفا. ادخلوا على الويب سايت موقع الفيفا هتلاقوا كل التفاصيل المتعلقه بالتعديلات اللي بتتم على لوائح انتقالات اللاعبين. بدايه الاعارات هتبقى 7 لعيبه، الموسم اللي بعديه هتبقى 6 لعيبه، الموسم اللي بعديه هتنزل لخمس لعيبه. فانت لازم تشوف حل لفكره عدد اللعيبه المعاره، من 20 لازم تنزل ل7، وبعد كده تنزل ل6 وال5. في تقنين بيتم من الفيفا في مساله اللعيبه المعاره، لان الامر ده تحديدا في اوروبا عامل ازمه كبيره جدا، وهم قدر الامكان بيحاولوا يقننوا فكره اللعب المالي عشان كل نادي ما يكونش عنده تفاصيل ماليه ممكن يكون فيها تلاعب. فعشان كده بيشتغل على فكره الاعارات تقل عددها من 20 او 15 او 10 الى 7 في الموسم اللي جاي، ثم تنزل تدريجيا ل6 او 5 في المواسم التي تليها. العدد ده على فكره مش كبير بالمقارنه بانديه اوروبا، في انديه في اوروبا بتعير بال20 وبال30 لاعب، ولكن في النهايه الفيفا حط قواعد هتطبق من الموسم المقبل اللي هينطلق ان شاء الله من شهر 7 اللي جاي. كوره 11 بيتكلموا على اليو ديانج: حتى لا يواجه الايقاف، الاهلي يساعد نجم الوسط في تسديد غرامه ال 250,000 دولار. كلنا عارفين المحكمه الرياضيه قررت بشكل رسمي ونهائي ان في غرامه على اليو ديانج لصالح وكيله، لو ما سددش في الفتره القانونيه المحدده من قبل الكاس هيتم ايقاف اليو ديانج، ولكن اكيد النادي الاهلي مش هيسمح ان اللاعب بتاعه يتوقف. ففي فتره ممكن تتفق فيها مع اللاعب ان يتم خصم جزء من المستحقات مقابل ان يتم سداد الغرامه عشان اليو ديانج ما يتعرضش لاي ايقاف في الفتره الجايه. الاهلي مش طرف في الموضوع، ولكن الاهلي قدر الامكان بيحاول يحافظ على اللاعب بتاعه عشان ما يتعرضش لاي ايقاف، لان ايقافه ده اكيد هيتاثر بيه النادي الاهلي لو ما شاركش مع الفريق في المرحله اللي جايه. اخر حاجه من حساب الاتحاد الافريقي وتحديدا الاكونت الخاص بدوري الابطال وكاس الكونفدراليه، بيتكلموا على رقم مميز جدا لمحمد الشناوي: 6 مباريات دون تلقي اهداف، قائد الاهلي محمد الشناوي اكثر الحراس حفاظا على شباكه في دوري ابطال افريقيا 2022-2023. طب نتذكر مع بعض ال6 مباريات. لو بصينا على دوري المجموعات، مباراه القطن الكاميروني ذهابا وايابا، دول مباراتين لعبهم الشناوي لم يدخل فيه اي هدف. مباراه الهلال السوداني في القاهره، الاهلي فاز 3-0 وحافظ الشناوي على شباكه نظيف. ادي كده 3 مباريات في دوري المجموعات. نروح لمرحله كوارتر فاينل دور الثمانيه،
ذهابا وايابا مع الرجاء الرياضي المغربي، لم يدخل في الشناوي اي هدف بل بالعكس كمان تصدى لركله جزاء، وبالتالي ادي اربع خمس مباريات. ماتش الترجي التونسي في رادس الاهلي فاز 3-0، وده الماتش السادس للشناوي ابتداء من دور المجموعات. حتى مباراه السيمي فاينال نجح في الحفاظ على نظافه شباكه في 6 لقاءات في دوري الابطال، ما لعبش لقاء العوده اللي لعبه علي لطفي والمباراه انتهت بفوز الاهلي 1-0. مصطفى شوبير لعب الفاينل والمباراه انتهت 2-1، ولقاء الاخير لقاء الختام في البطوله في كازابلانكا انتهى 1-1، ودي المباراه اللي دخل فيها هدف او دخل في مرمى الشناوي هدف في نهائي دوري ابطال افريقيا. الترند المحلي وحساب الاتحاد الافريقي وتحديدا صفحه البطوله الافريقيه تحت 23 سنه بيلقوا الضوء على بطل اخر نسخه 2019 لما اتنظمت في مصر، مصر هي الفائزه بهذه النسخه. وفي صور فوتو سيشن لعدد من اللعيبه اللي هيكونوا جاهزين ان شاء الله للانطلاقه في بطوله الاندر 23 اللي هتتلعب في المغرب او اللي بدات في المغرب من امبارح، والنهارده منتخبنا عنده مباراه مع النيجر الساعه 8 بتوقيت القاهره. كوره بلس بيتكلم على تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهه النيجر. في حراسه المرمى حارس مرمى الاهلي حمزه علاء، في خط الدفاع محمد اشرف لاعب الاهلي ايضا، حسام عبد المجيد، محمد طارق، احمد عيد، في وسط الارتكاز احمد نبيل كوكا لاعب النادي الاهلي مع محمد شحاته، محمود صابر، وفي الامام مصطفى سعد ميسي واسامه فيصل وابراهيم عادل. كل التوفيق لمنتخبنا الاولمبي ان شاء الله في تحقيق نتيجه ايجابيه، 3 نقاط مهمه جدا في بدايه مشوار منتخبنا في بطوله افريقيا تحت 23 سنه. طيب الترند العالمي والبدايه بمحمد صلاح، حساب يلا كوره نقلا عن تقارير في مواقع اوروبيه بيقول ان محمد صلاح قرر البقاء في ليفربول ولن يرحل الى اي نادي خلال الفتره القادمه. كان في كلام كتير قوي عن فكره ان في انديه سعوديه وعلى راسها الهلال السعودي بيسعى لضم محمد صلاح، لكن يبقى السؤال، هل ينجح الهلال في اقناع صلاح؟ اعتقد لا، سواء في اقناع بالمشاركه واللعب في الدوري السعودي او حتى في مساله العروض الماليه، لان صلاح عايز يكمل في اوروبا على الاقل لغايه 2-3 سنين في الفترة اللي جاية. طيب حساب كورة بلس بيتكلموا على النجم المصري محمد النني دون دفع أموال إلى أرسنال، بشكتاش يرغب في ضم محمد النني. ده هنشوف الفترة اللي جاية، وهنشوف موقف محمد النني بعد العودة من الإصابة هيلعب فين في الدوريات الأوروبية، هل يستمر في أرسنال، هل يستكمل مشواره في تركيا؟ هنشوف ده في الفترة اللي جاية. طيب السؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة، توقعاتكم للنتيجة ومين ممكن يسجل الأهداف؟ أستاذ سامح بيقول مساء الخير للجميع في البرنامج، أتوقع أنها ليلة رائعة إن شاء الله، الأهلي فرحة العيد في مصر، 0-3 للأهلي، شريف هدفين وطاهر هدف. نروح لرمضان حمدي، إن شاء الله الفوز برباعية مريحة وتألق جميع لاعبينا، أتوقع كهربا وتاو وقفشة وحسين الشحات. أستاذ صلاح بيقول 0-4 للأهلي، هيسجل كهربا وشريف وعبد القادر. بنحاول ناخد اكبر قدر من الاراء. استاذ محمد مجدي بيقول 0-4 للاهلي ان شاء الله، الاهداف لشريف وطاهر، ما بين قوسين طاهر سطلانه يعني الاغنيه الشهيره، والشحات هدفين، وكل التوفيق لابطال افريقيا. اخر تعليق معانا استاذ اشرف رافاييلو، 3-0 للاهلي. طيب الناس بتتوقع اكيد تاهل الاهلي لدور ال 16 ومواجهه الداخليه، ولكن الشيء الايجابي ان الكل بيتوقع فوز الاهلي بنسبه كبيره وباهداف عديده، 3-0 4-0. عموما نتمنى باذن الله تاهل الاهلي لدور ال 16 ايا كانت النتيجه، المهم كولر يحقق الهدف المرجو من هذه المباراه، نتيجه واداء وراحه للعناصر الاساسيه والدفع بعناصر بديله خلال زمن المباراه، والمباراه تخلص اكيد في ال 90 دقيقه، لا نلجا الى اكسترا تايم او حتى ركلات جزاء ترجيحيه. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، وغدا اللقاء جديد في برنامج الترند. شكرا والى اللقاء.